قول لي بقى، انت شايف ان انت محظوظ اللي انت كنت معاهم في كايرو شوف مع علاء الدين والنهارده في هابي نيو يير؟ انا الحمد لله محظوظ، يعني مش فكره معنى، انا الحمد لله يعني في حاجات كتير الواحد ربنا موفقه فيها، والحمد لله الحمد لله كله بفضل ربنا، في سواء في الدراما او في المسرح الحمد لله الواحد عامل خطوات كويسه، فا طبعا محظوظ الحمد لله. خايف من الموجه الثانيه من الكورونا؟ لا على الله بقى، مش خايف لا من كورونا ولا من حاجة، يعني نعمل احتياطاتنا والباقي على ربنا، يعني مش ماسك وكحول؟ طبعا يعني في الغالب لازم امشي طبعا بالماسك والكحول، وخصوصا لو هتعامل مع ناس، طول ما انا لوحدي او في العربية او في وسط عيلتي ما فيش ماسك طبعا يعني عادي، لكن هتعامل مع ناس كتير بره التمثيل لا لازم الماسك طبعا والكحول والحاجات دي طبعا. كريم عايز اسالك كمان، اخبار مسلسل رمضان ايه؟ بنعمل مسلسل نجيب زاهي زركش دكتور يحيى الفخراني، واصلين اهو ان شاء الله حوالي 50%، خلصنا حوالي 50% 40%، وان شاء الله نكمل ونخلص قبل رمضان ونعرض باذن الله. دور ايه كريم؟ عامل دور اسمه سعد نصار، هو شاب عنده حلم كده وبيجري وراه طول الوقت، وهنشوف بقى يحققه ولا لا. يعني الفخراني والوقوف قدامه، يعني اول مره تقف قدامه؟ اول مره اقف قدام دكتور يحيى الفخراني طبعا، وحاجه عظيمه وحاجه مبسوط بها جدا، لان هو كان يعني حلم لاي حد بيمثل او بيمتهن هذه المهنه ان هو يقف قدام دكتور يحيى الفخراني، لانه قامه كبيره جدا ومدرسه لوحده هو كده طول الوقت على مر العصور، هو مدرسه لوحده، باني مدرسه وقعد فيها لوحده كده، ف طبعا فمتعه وحاجه حلوه وتبسط وتفرح وبتزيد برضو من ثقل الممثل. يعني في سينما ولا لا؟ في داخل اصور ان شاء الله اليومين اللي جايين تماسيح النيل ان شاء الله، وتعاقدت على فيلم المحكمه تاليف استاذ احمد عبد الله اخراج استاذ محمد امين، وربنا يكرم ندخل قريب برضو.